صورتان تتغيران بسرعة أمام عينيك، كوكبنا الضخم والفراغ الأسود. صورة الأرض تصبح أصغر فأصغر، تطير بعيدا عن سفينة الفضاء إلى فراغ لا نهاية له، ولا تعرف ماذا تفعل بعد ذلك. تحلق محطة الفضاء الدولية على ارتفاع 400 كيلومتر فوق سطح الأرض. يعد السير في الفضاء أمرا روتينيا لرواد الفضاء الذين يعملون هناك، وقد أمضى رواد الفضاء أكثر من 11,000 ساعة هناك حتى يومنا هذا. ولحسن الحظ خلال كل هذا الوقت لم يطر أحد بعيدا إلى الفضاء الخارجي دون أن يعود كما رأينا في الأفلام. لكن لسوء الحظ يواجه رواد الفضاء مخاطر أخرى لا تقل فظاعة أثناء السير في الفضاء. وقعت إحدى هذه الحوادث في عام 1966. ارتدى يوجين سيرنان حزام طيران وانطلق إلى الفضاء الخارجي لإجراء بعض أعمال الإصلاح. ارتفعت حرارة حزام الطيران الذي يساعد رائد الفضاء على التحكم في الطيران في حالة انعدام الجاذبية. ارتدى يوجين بنطالا واقيا خاصا مصنوعا من المعدن لحماية نفسه من هذه الحرارة. لم تنجح حماية البنطلون عندما ذهب إلى الفضاء الخارجي، وبدلا من توجيه الحرارة بعيدا عن جسده بدأت حرارة البنطال في الارتفاع. كانت البدلة ثقيلة وغير مريحة مثل درع الفارس، فكانت تحتك بجلده وتقيد حركته. يعد العمل في ظل انعدام الجاذبية أمرا صعبا للغاية من الناحية الجسدية، ولكن كان على يوجين أيضا أن يتعامل مع ارتفاع درجة حرارة بدلته بالكامل في ذلك اليوم. داخل بدلة الفضاء شعر وكأنه في حمام ساخن. تسببت درجات الحرارة المرتفعة والعمل الشاق في إصابته بالإرهاق والجفاف وفقدان الوزن الشديد. كان وجهه يتصبب عرقا وأعمته قطرات العرق. خلال سيره في الفضاء فقد رائد الفضاء حوالي 6 كيلوغرامات من وزنه. جاء رواد فضاء آخرون لإنقاذه وأعادوه إلى مركبته الفضائية، وللحد من ارتفاع درجة الحرارة قاموا برشه بالماء البارد من خرطوم. للخروج إلى مساحة مفتوحة ضخمة لا متناهية يجب على رائد الفضاء أن يرتدي بدلة بمثابة قفص للجسم. حدثت حادثة خطيرة أخرى في عام 1973. ذهب رائدا الفضاء بيت كونراد وجو كيروين إلى الفضاء الخارجي لإصلاح جناح شمسي في محطة سكايلاب الفضائية، ولم يتحرك الجناح وحاول رواد الفضاء تحريكه يدويا باستخدام القوة. أداروا الجناح العالق لكنه دفعهم. كان الدفع قويا جدا لدرجة أنه ألقى رائدي الفضاء بعيدا. لم يتمكنوا حتى من التشبث بسطح قريب وقذفوا بعيدا إلى الفضاء الخارجي. ولحسن الحظ كان لديهم كابلات أمان منعتهم من الطيران إلى الأبد، ومن خلال الإمساك بهم عاد رواد الفضاء إلى بر الأمان. تحتوي بدلة الفضاء الحديثة العادية على أكثر من 10 طبقات واقية. مثل هذه البدلة تحمي من درجات الارتفاع والانخفاض الشديدين في الحرارة. إنها مقاومة للتمزق ولا تتسرب إليها الرطوبة من الخارج. هذه الحماية ضرورية لمنع انخفاض الضغط. إذا ظهر منفذ صغير بين جسمك والفضاء فسيبدأ كل الأكسجين بالخروج من بدلة الفضاء. كلما فقدت البدلة المزيد من الأكسجين زاد التفريغ بداخلها، وهذا يؤدي إلى عواقب وخيمة مثل الاختناق وزيادة حجم الجسم. يبدو الأمر كما لو أنك بدأت بالانتفاخ من الداخل. في عام 2007 صعد ريك ماستراتشيو إلى الفضاء الخارجي للقيام ببعض أعمال الإصلاح. لسبب ما كان هناك ثقب في قفازه الأيسر بجوار إبهامه، كان على الطبقة الخارجية للقفاز. ولكن أسوأ ما في الأمر هو أن رائد الفضاء لم يلاحظ ذلك وواصل عمله وكأن شيئا لم يحدث. لكن طبقة واحدة تالفة يمكن أن تدمر الطبقة الثانية، والثانية يمكن أن تمزق الثالثة، وهكذا حتى وصل التفريغ إلى جلد رائد الفضاء. كان من المفترض أن يعمل ريك 6 ساعات في الفضاء الخارجي، ولكن خلال الساعة الرابعة لاحظ الضرر في بدلته الفضائية. أبلغ رائد الفضاء قيادته بذلك وتلقى أمرا عاجلا بالعودة إلى السفينة، ولم يعرف أبدا كيف ظهر ذلك الثقب. يوجد داخل محطة الفضاء الدولية العديد من المواد الكيميائية اللازمة للعمل في الفضاء. على سبيل المثال تمتلك الأمونيا خاصية تجميد أي سطح تقريبا. يستخدم هذا الصقيع الكيميائي لتبريد بعض مكونات المحطة أثناء ارتفاع درجة الحرارة. إن تسرب هذه المادة إلى محطة الفضاء الدولية أمر مستحيل عمليا.
وهذا بالضبط ما سمعه رائد الفضاء روبرت كوربيم من الخبراء أثناء التدريب قبل رحلته الأولى إلى الفضاء. لكن هذا الحادث وقع له أثناء سيره في الفضاء لأول مرة عام 2001. كان روبرت يعمل خارج المحطة الفضائية عندما بدأ تسريب الأمونيا. تناثر السائل على جميع أجزاء بدلته الفضائية. طبقة سميكة من الجليد غطت الزجاج بسرعة. لم يستطع روبرت رؤية أي شيء. كان يخشى أن يكون قد سبب عطلا في شيء ما، لكن الحادث لم يكن خطأه. عملت الطبقات الواقية لبدلة الفضاء على حماية روبرت من التجمد، لكن الأمونيا قيدت حركته بشدة. وكانت المشكلة الرئيسية أنه لم يتمكن من العودة إلى السفينة. يمكن أن تصل الأمونيا إلى المحطة، وقد يؤدي ذلك إلى حالة طوارئ. كان على روبرت أن يقف في الفضاء الخارجي لمدة ساعة ونصف وينتظر انتهاء التسرب، وبعد ذلك عاد بنجاح إلى المحطة. لكي ندرك مدى صعوبة العمل في الفضاء الخارجي، علينا أن نفهم ما هي البدلة الفضائية. إنها تزن 280 رطلاً، وهو ما يعادل وزن دراجة هوائية. لن تشعر بوزنها في حالة انعدام الجاذبية، لكنها ستجعلك تتعرق. وقد وصفها رائد الفضاء كريس هادفيلد بقوله إن كل حركة داخل بدلتك الفضائية تواجه مقاومة. تخدش البدلة جلدك وتضغط على عظامك ومفاصلك وتجبرك على بذل ضعف الطاقة للقيام بحركات بسيطة. في مثل هذه الظروف تبدأ في التعرق وتبلل عيناك. تتطاير هذه الرطوبة داخل الخوذة وتعميك حتى تتبخر. ولكن إذا كان هناك الكثير من الرطوبة فقد يهدد ذلك حياة رائد الفضاء. حدثت مثل هذه الحادثة في عام 2013 مع رائد الفضاء لوكا بارميتانو. ذهب لوكا إلى الفضاء لقياس شيء ما خارج المحطة، وفي لحظة ما شعر أن مؤخرة رأسه كانت مبللة، وأبلغ الآخرين بذلك وحصل على أمر بالعودة إلى المحطة. عندما عاد لوكا كان عليه أن ينقلب رأساً على عقب، وبمجرد أن فعل ذلك تدفقت المياه إلى خوذته، غطت معظم وجهه. لم يستطع لوكا أن يرى أو يسمع. حاول الإبلاغ عن المشكلة إلى القاعدة، لكن الماء غطى فمه. ولحسن الحظ أنقذه زملاؤه وساعدوه على العودة إلى المحطة. عندما فتحوا الخوذة انسكب منها ما يقرب من لترين من الماء. تعد كابلات رواد الفضاء من أكثر وسائل الحماية أمانا ضد الطفو بعيدا في الفضاء، ولكن ماذا لو تحطم أحدها بسبب دفعة قوية أو لأن رائد الفضاء لم يصلحه جيدا؟ لمزيد من الحماية توجد حقيبة ظهر تسمى سيفر. إنها مثل حزام الطيران، يطلق الغاز من الأنابيب الصغيرة ويغير اتجاه رحلتك. إذا كنت تتجول في الفضاء فإن تطبيق سيفر يتوقف ويضبط حركاتك. يمكنك التحكم اليدوي والطيران باستخدام عصا التحكم الخاصة. تم استخدام السيفر لأول مرة في عام 1994، ولكن قبل أن يقوم المهندسون بإنشائه كانت هناك وحدة المناورة المأهولة MMU. في عام 1984 استخدمها رائد الفضاء بروس ماككاندلز لأول مرة. ربما تكون قد شاهدت هذه الصورة الشهيرة حيث يطفو في الفضاء الخارجي بدون كابل. كانت المشكلة أن بروس كان أول من قام باختبار حزام طيران كهذا، ولم يكن متأكدا بنسبة 100% من أن الأمر سينجح. لقد ذهب إلى الفضاء الخارجي وفصل الكابل عن نفسه. لم يكن هناك شيء آخر يمنعه من الطيران إلى الهاوية السوداء لا نهائية، ولن يتمكن فريقه من إنقاذه. تخيل كم كان الأمر مخيفا. لحسن الحظ نجح حزام الطيران، ومع ذلك بعد ثلاث مهمات قررت ناسا التوقف عن استخدام MMU لأنها كانت غير آمنة. بعد ذلك اخترع المهندسون نظاما أكثر أمانا. تعد أحسمة الطيران والكابلات أنظمة أمان موثوقة، ولكن أفضل حماية لرائد الفضاء في الفضاء هي مهاراته. يحصل كل رائد فضاء على 6 سنوات من التعليم العالي وعدة سنوات أخرى من التدريب. إنهم يقضون ساعات طويلة في التدريب على الواقع الافتراضي باستخدام محاكاة السير في الفضاء. إنهم يدربون أجسادهم وعقولهم وقدرتهم على التحمل، لأن أهم ما عليهم فعله في المواقف الخطيرة في الفضاء هو عدم الذعر والحفاظ على هدوئهم.